صحة جيدة في تونس ولا خارج حدود الوطن. رمضان في الغربة تسويت. رمضان في الغربة. ما تقوليش مش تسأل يعني ضيفنا اللي بيقولوا الحب آسية، خليها له بعد العيد هذا يجاوبك عليه. لا وحتى الحب، حب بتاع اللمة بتاع العائلة والتجربة بتاع الغربة، يقولوا ما يحسها كان اللي يعيشها وما يحس بالجمرة كان اللي يعفس عليها، وخاصة فيها شهر الفضيل اللي احنا مش عافسين على الجمرة تو. محمد كريشان كما يسميوه في العائلة وبين الأهل والأصحاب، الصحفي ومقدم البرامج الكبير. الصحفي الكبير العربي صدقا بقناة الجزيرة، اللي تربينا على صوته وعلى المادة المهمة وصورته المادة الإخبارية اللي قدمها لنا في الإذاعة الوطنية. وي هو معنا في المباشر. صباح الفل سي محمد. يا سيدي صباح الخير ونهاركم زين وكل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. سي امين وسي محمد يعني ان شاء الله رمضانك مبروك. لو نسألوك على رمضان وين، ما احنا عادنا بيك في قطر ما يبدو لي توا في مكان اخر. في مكان اخر لانه ولدي صالح في لندن وبنتي هند في لندن ايضا، ربي يفضلهم لك. فقلت خلينا نلتحقوا بهم احنا الاثنين في رمضان، بالك ان نساعدوهم شويه في توفير جو رمضاني حتى في لندن. ما تقوليش مش تساعدهم في التطيب وكهو. لا مش تساعدهم في الماكله. وبدنا نحكيوا على الماكله سي محمد. في الغربة عندك سنين الله في الغربة، الكوجينة شنو علاقتك بها؟ والله كيما علاقتي باللغة الصينية. يعني نراقب ونشوف، لكن مجهودي الحقيقي هو عندما أجلس على الطاولة. أنا في خارج تونس من عام 95 وبالصدفة أول شهر عندي في الغربة في لندن في نهاية جانفي 95 كان أول رمضان، معناها بعد شهر تقريبا من خروجي كان أول رمضان في لندن. أنت في تجربتك عديت سيدي رمضان في أربعة بلدان مختلفة. في قطر باعتبار بلد الإقامة، وين يعني في الجزيرة منذ تأسيسها ومحمد كريشان من أوائل المؤسسين للقناة هذه. في لندن وايضا في نيويورك الولايات المتحده الامريكيه وفي موريتانيا. اي شو اللي بين الاربع دول هذوما، ثمش حاجه مميزه بقات في ذاكرتك على سيدي رمضان؟ والله رمضان في موريتانيا كان عنده نكهه، كان عنده نكهه جميله. ايضا مع المغرب، لانه فتره اللي زرت فيها المغرب زرت فيها ايضا موريتانيا. في اي سنه هذا؟ هذا في 2000. اي في 2000 يعني فترة طويلة. لكن وقتها ما زال شعرك أكحل سي محمد. بالضبط. لأنه المجتمع الموريتاني مجتمع متآلف وبسيط وجميل، وكان الترحيب فيه ترحيب كبير جدا. فكنت يعني قضيت تقريبا أسبوع في نواكشوط، يعني ونحطك يتبقى الورد من الدار هذه للدار هذه للدار هذه للدار هذه، فتعرفنا على كل أنواع الموائد والمجالس الرمضانية في موريتانيا. فمش حاجة تربطها بتونس في موريتانيا، ولا الحاجة اللي قريبة لتونس؟ لا والله لا، مختلفة. أولا الجلسة الرمضانية في موريتانيا أغلبها على القاعة، قاعدين جماعة متربعين والافطار موجود، وعندهم شوطين، شوط اول وشوط ثاني. يعني الشوط الاول تجلس شربة وشويه حلويات وتمره وكذا، وبعد يقوموا يصليوا المغرب، يقعدوا يحكيوا شويه منا ومنا، وبعد يمشيوا للصحيح بلا برينسيبال. اي يعني هذه مشتركة تقريبا بين المغرب وموريتانيا. احنا نفوتوهم بالحصص الإضافية. هذاك علاش كي مشيت للمغرب انا ما كنتش ايضا متضيف من دار لدار كما موريتانيا. كنت نمشي للمطاعم. كان معايا مخرج عراقي جميل جدا اسمه عماد بهجت، ورغم اللي هو مسيحي قال لي انا نصوم معك يا رجل مش معقول. قال لي لا والله نصوم معك. قلت شوف خلينا نعملوا اتفاق.
تقوم الصباح تفطر فطور الصباح كما ينبغي وباقي شو معايا قادي باهي اتفقنا. فكنا نمشيوا للمطاعم المغربية نمشيوا نوصيهم قبل شقان فطر كل واحد رانا جايين شقوا فطر عندك رانا مناش من جماعة الحريرة والشبكية وقهوة وبعد نخرج ولا تعمل مزية صبلنا الصبة الكل فكان هكا الاتفاق معناها كان هكا الاتفاق في قطر سي محمد في شهر رمضان شنو فما مميز في قطر وانت من سنوات طويلة اليوم معناها تعيش في البلد هذا؟ طبعا في قطر هو أكثر البلد اللي قضيت فيه رمضان عنده نكهة خاصة جدا في قطر يعني أولا ما نساوش أنه هذا المجتمع متعدد الأعراق والجنسيات بحيث الفلسطيني والمصري والمغربي والجزائري والعراقي والسوري فهذا يخلي رمضان متنوع والجميل فيه تكثيف تبادل الزيارات معناها شقان فطر عند أخونا الجزائري غدوة بعد غدوتين بعد كذا تمشي الواحد سوري بعد تمشي الواحد مصري أنت اختصاصك معناها تنقل وإلا استقبال لا 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 ذهاب والإياب لا باعتباري شخصي التنقل دونك لا لا هو تنقل واستقبال الحقيقه وانا 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 زوجتي صنافه ممتازه وعملت سمعه بين الاحباب انه هي صنافه كبيره فيعني برشا يحبوا يشرفونا في رمضان ايه. وانا نسعد بقدومهم مادام حكيت على صفاقس بين أيوة. البلدان هذه الكل والكوجينه والمطبخ العالمي اللي زرته ودرته في شهر سيدي رمضان بينهم وبين مطبخ الصفاقسي والشقان الفطر في صفاقس شو الفرق؟ والله شوف انا بالنسبه لي شقان الفطر في صفاقس مرتبط بالوالد والوالده الله يرحمه الله يرحمه فدائما وبالفتره الدراسه في الثانوي لانه انا الابتدائي بتاعي الكل كان في مدينه القصرين والثانوي الكل في مدينه صفاقس فانا بالنسبه لي هو اللي يحب يعرف تفاصيل حياتك عليه انه يمشي لهك الكتاب اللي نعتبره وثيقه مهمه محمد كريشان يروي واليكم التفاصيل عايشك ف رمضان في صفاقس بالنسبه لي هو القعده مع الوالد والوالده وشقان الفطر معاهم ومع اخوتي معناها واحنا صغار بالطبع بعد ما مشيت لتونس والجامعة ومع الصحافة وتخرجنا وخدمنا غادي وثم غادرنا البلاد قاعدة رمضان بالنسبة لي هو هذيك اللمة وصوت صوت علي البراق الله يرحمه الله يرحمه والجو وذيك أسماء الله الحسنى في التلفزة والمسلسلات كانت عندها أيضا وتحية الغروب عادل يوسف اللي ذاع الوطنية يرحم والديك تحية الغروب عادل يوسف هذاك الصوت الجميل الدافئ اللي معناه ما يتكررش فهذه كلها بالنسبة لي يعني ملتصقة في الذاكرة بشكل قوي أنا ما سألناكش في السياسة محمد لا 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 موش موضوع هو احنا هو ذي ساعات التجربة الإنسانية واحنا من خلال الفقرة ذي حابين نشوفوا تجرب وبين الغربة وبين تونس اليوم وانت تخزر تونس من زاوية أخرى سي محمد وأكيد وأنه تتابع في الشأن العام كيفاش ترى في تونس اليوم؟ والله ايش تحب نقول لك ايش تحب نقول لك موجوع 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 ومصدوم موجوع ومصدوم معناها ما يعني كيفاش نقول لك لا تشكيلي أبكيلك معناها موجوع ومصدوم لأنه علاش مصدوم يعني كنت أظن أن بلادي والنخبة متاعها والشعب متاعها والرأيها العام أنضج بكثير وأوعى بكثير وأحرص بكثير على مجموعة قيم أخلاقية وإنسانية وديمقراطية وسياسية اكتشفت أنه هذا مش هل هذا مرض عابر وإن شاء الله فترة وتزول أم هو مرض عضال تمكن منا لأنه أحيانا نشعر كأنه ثم فيروس ضرب الكمبيوتر التونسي كله
معناها ثم فيروس تضرب ولا السيستم كله داخل بعض. تحل تفتح الصفحة هذه تطلع لك صفحة أخرى، تمشي الصفحة هذه تطفى. نحس إنه نحس البلاد كلها تفريس. ما عادش نعرفها يعني، ما عادش نعرفها في كل الحالات ديما إذا فما الفيروس فما الأنتي فيروس، ولو بعد حين إن شاء الله بإذن الله، ولو بعد حين إن شاء الله. هو شوف، هو الجميل في صيرورة التاريخ أنه دائما يتصحح، لكن هل يتصحح بأنتيبيوتيك سريع وعاجل، ولا يتصحح بترك المرض حتى يتأقلم معه البدن وبعد يقاومه؟ قد تستغرق عام، قد تستغرق عامين، لكن الأكيد اللي أنا هذا يخليني شوية متفائل، سنستفيد جميعا. لما نقول سنستفيد، مش جيلي، لا، ممكن جيل، مش حتى ممكن أولادي أحفادي. يعني تونس قد تتغير وآمل أن تتغير نحو الأحسن، ولكن هذا سيتطلب على الأقل جيل، على الأقل 25-30 سنة، وما ثم حتى حل إلا لما يتحسن التعليم والتربية ونعود نبنيه من جديد، لأنه يبدو البنية اللي بنيناها والليقة اللي عملناها مضروبة وفيها برشة غشة. إذا نحبوا بنية جديدة وباهية نبنيهم الباز مساس، والتعليم، التعليم. أولادنا يتعلموا في المدارس مجموعة قيم جميلة، واضح، يتعلموا باش يحترموا كل شيء، كل شيء بالمدرسة، كل شيء يتبنى بالمدرسة، واضح. والحقيقة نشاطروك الرأي 1000%، والناس اللي تتابع في شأن العام الكل تحكي على التعليم، ولكن وقتاش يعاود يشد الثنية ويشد السكة التعليم إن شاء الله في القريب العاجل. نشكرك برشا سي محمد كريشان، بارك الله فيك، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا. كانت هذه رمضان في الغربة. رمضان في الغربة، فاصل بعد شوية محمد بوغلاب في كرونيك اليومية، ما يفلت شيء في نوفي ولا